مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، يتواصل العطاء ويتواصل اللقاء من ارضيه عاصمه الملايين، عاصمه الميادين، ميدان الوذبه. ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا السادس في تعداد هذه الاشواط. كما نبارك مشاهدينا الكرام بتألق هجن الرياسه وفوز وانتصار هجن الرياسه بالشوط الاول الرئيسي في ميدان المرموم في مهرجان ولي عهد دبي بقيادة المضمر صالح بن سعيد بن عري المري. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، وليس للمستغرب الفوز والانتصار لمؤسسة هجن الرياسة. نذهب مباشرة إلى مقدمة وانطلاقة هذا الشوط. المركز الأول من تأتي على الصدارة وعلى المقدمة، تأتي مشاهدينا الكرام مروة، تعود الملكية للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ من يقدم لنا في هذا الشوط للأبكار المهجنات الأصائل مع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني من ترافق مشاهدينا الكرام مروة مع المسار والانطلاق الأول، أنذار محمد بن أحمد بن سيب بن محمد الغفلي من يقدم لنا أنذار مع المركز الثاني. ثالث المراكز اليازي، تعود الملكية سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي من يقدم لنا اليازي، اسم تاريخي بالفعل، يحتل المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع، خيال احمد بن سالم بن احمد بن الحوت العامري من يقدم لنا خيال مع المركز الرابع. نشوف اللي في المركز الخامس، خامس هي المراكز، انطلاق مباشر في هذه اللحظات من الذيبه، تعود الملكيه مبارك بن سيب بن ساري الكتبي من يقدم لنا الذيبه مع المركز الخامس في هذه اللحظات. سادس المراكز، الحقه محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري من يقدم لنا الحقه محتلة مع المركز السادس. نشوف اللي في المركز السابع، طرفاش مبارك بن حمد بن عود العامري يقدم هذا الشعار والاسم مع المركز السابع. ثامن المراكز، من تاتي الشروق سعيد بن منانة بن غدير الكتبي. أما اللي في المركز التاسع، طموح سالم بن سعيد بن نايع بن سالم النعيمي. وفي عاشر المراكز تاتي الشامخة بهيام بن عامر بن قانوش العامري. هكذا النتيجة والنداء الأول للمراكز العشر الأوائل المنطلقة من تزين أرضية هذا الميدان. نعود إلى مقدمة الشوط، شوط الأبكار المهجنات الأصايل بتعداد شوطنا السادس. ومقدمة الشوط مروة، مروة مع المقدمة الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ من يقدم لنا هذا الاسم ويقدم هذا الانطلاق والشعار. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني، أرى اللي هي تتقدم أنذار محمد بن احمد بن سيب بن محمد الغفلي مع المركز الثاني، وتدخل من خيال، خيال غيرت الى المركز الثاني. احمد بن سالم بالحوته العامري من يقدم لنا خيال، غيرت من الثالث الى الثاني. رابع المراكز اليازي، سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي. والمركز الخامس، انطلاق مباشر في هذه اللحظات من طرفاشه تتقدم بهذا الشعار هو الانطلاق، ويقدم لنا هذا الاسم مبارك بن حمد بن عود العامري من يقدم هذا الاسم مع المركز الرابع في هذه اللحظات. خامس المراكز، تاتي مشاهدينا الكرام اليازي سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي، والقدوم هناك مشاهدينا الكرام من الذيبه مبارك بن سيب بن ساري الكتبي. هكذا الاسماء، القدوم والوصول في هذه اللحظات من الحقه. اول اذاعه للحقه، مرحبا ابو عبيد محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري راعي عطوه يقدم هذا الاسم. تنضم مباشره الى المركز السابع. ثامن المراكز، انطلاق من طموح سالم بن سعيد بن نايع بن سالم النعيمي، وهناك ايضا نجله سالم بن علي بن راشد الغيلاني، ودخول من الشامخه بهيام بن عامر بن قانوش العامري. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة والنداء الثاني، ولنا عوده إلى المقدمة، لنا عوده مع الصدارة، لنا عوده مع الرباعية بانطلاق هذا الشوط وبمسار هذا الشوط. ما زالت مشاهدينا الكرام هناك مروة مع الصدارة، مروة مع الانطلاقة والمسار الأول، تتقدم ويقدمها الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ مع البداية والصدارة. ثاني المراكز اليازي، سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي. ومن الجانب الآخر، أرى الذيبة مبارك بن سيف بن ساري الكتبي، غيرت إلى المركز الثاني. المركز الرابع،
من تاتي طرفاشه، مبارك بن حمد بن عود العامري مع المركز الرابع، خامس المراكز ارى اللي هي تنطلق مباشره، خيال احمد بن سالم بن احمد بن حوته العامري ما شاء الله وتبارك الله على هذا الابداع وعلى هذا الاداء المميز. مع المركز الخامس سادس المراكز تاتينا انذار، تعود الملكيه من يقدم انذار محمد بن احمد بن سيف بن محمد الغفلي. ومن الجانب الاخر هناك مشاهدينا الكرام من تاتي مع المركز السادس وتتقدم طموح سالم بن سعيد بن نايع بن سالم النعيمي الشامخ بهيام بن عامر بن قانوش العامري يتقدم في هذه اللحظات. يا سلام الناموس هلاوين، الفوز هلاوين، النصيبه محسن بن علي بن نايب بن سرحان المري اول اذاعه للنصيبه تتقدم من مركز الى مركز. وهناك انذار محمد بن احمد بن سيف بن محمد الغفلي القادم احلى، وصلت في هذه اللحظات هناك القوده تعود الملكيه محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي من يقدم هذا الانطلاق هو المسار للقوده. وهناك ايضا معز سعيد بن محسن مبخيت السلمي العامري. ونعود الى المقدمه، نعود الى الصداره، نعود الى مقدمه الشوط الى المركز الاول، خيال خيال مع الصداره مع المركز الاول مع الانطلاق الاول، احمد بن سالم بن احمد بن حوت العامري في مقدمه الشوط. المركز الثاني طرفاشه مبارك بن حمد بن عود العامري يقدم ابو مسلم هذا الشعار والاسم. المركز الثالث تاتي هناك مروه دكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، وصلت الاسماء اقترب الكل، ان سالتم عن الموقع دخلنا الاجواء، دخلنا الاجواء للكيلو الاخير، غادرناه الكيلو الاخير. ومقدمه الشوط خيال خيال على الصداره، خيال مشاهدينا الكرام لمالك احمد بن سالم بالحوته العامري. المركز الثاني طرفاشه مبارك بن حمد بن عود العامري مروه، مع المركز الثالث تعود الملكيه لمروه للدكتور سعيد بن سالم علي الشيخ. ومن الجانب الاخر الشامخه بهيام بن عامر بن قانوش العامري وسلوك، اجتمعنا الابكار المهجرات الاصايل الندر الاصايل بالعود بالعود، حضر بكل قوه ابو مسلم مع مقدمه الشوط يبي السلام لاهل العين، عودهم شعار ابو مسلم. ولكن المركز الثاني الشامخه 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 باغي شموخ العز والاعتزاز بالفعل بهيان بن عامر بن قانوش العامري طرفاشه والشامخه. اللحظات الاخيره اللحظات الحاسمه هنا مشاهدينا الكرام، ال 300 متر الاخيره والشامخه مع الصداره مع المقدمه مع المركز الاول، تعود الملكيه بهيان بن عامر بن قانوش العامري. يا سلام يا سلام الناموس وين؟ الفوز والانتصار، الشامخه 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 وطرفاشه مع المركز الثاني، صراع الاقوياء والابطال، خط النهايه اقترب. هنا مشاهدينا الكرام ما بين الشامخه طرفاشه الشامخه الشامخه بكل شموخ، شامخه بالنواميس، شامخه بالانتصار، تهدي مالكها بهيان بن عامر بن قانوش العامري. اشكرك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني طرفاشه مبارك بن حمد بن عود العامري. المركز الثالث ثالث المراكز هناك امروه الدكتور سعيد سالم الشيخ. المركز الرابع رابع المراكز من وصلته مشاهدينا الكرام هناك اللي هي نجله سالم بن علي بن راشد الغيلاني. وخامس المراكز خامس المراكز اتت طموح سالم بن سعيد بن نائب بن سالم النعيمي، 9 دقائق 16 ثانيه 9 من الاجزاء. تهانينا والناموس لمالك لي الشامخه بهيام بن عامر بن قانوش العامري على هذا الفوز والانتصار. 9 دقائق 17 ثانية 3 من الأجزاء قدمت عرض، تشكر عليه طرفاشة ويشكر أبو مسلم بارك بن حمد بن عود العامري. تهانينا والناموس. المركز الثالث 9 دقائق 20 ثانية جزئين من الثانية اللي هي مروة للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ. هكذا النتيجة، تهانينا والناموس للجميع.